ثلاث ضحايا قضوا في سجون مديرية مكافحة الإجرام في محافظة البصرة، وفقاً لبيان وزارة الداخلية الذي أشار إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الوفاة. ذوو الضحية الثالثة محمد حافظ أكدوا استلام جثمان ولدهم وعليها آثار التعذيب. اليوم جابوا اثنين ذبوه هنا مقتول، وصلنا لجينا سألنا الدكتور، قال الدكتور جابوه ميت عليه آثار، موجودة آثار برجليه مال نتل ناتلينه زين، وهو كل شيء ما عنده، والمجرم كذوه جابوه من السليمانية، والمرأة محترفة، هو كل شيء ما عنده، مجرد الشخص هذا. مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة أكد تسجيل العديد من الانتهاكات في السجون العراقية. التعذيب موجود في كل أنحاء العراق، بل سجلنا حالات وحالات عديدة. عملية التبرير لقيادة شرطة البصرة أو أي تبرير لأي جهة أمنية بعد الحادث حقيقة لا يمكن الاعتماد عليه. كثير من التقارير الصادرة من الطبابة العدلية حددت وجود تعذيب. وفي السياق ذاته أشار المركز العراقي لجرائم الحرب إلى توثيق حالات إعدام تم تنفيذها خارج القانون وقعت في السجون العراقية، محملاً الحكومة والأحزاب المهيمنة على السلطة مسؤولية ما يحصل. وثق المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية هذه اللحظة وفاة أكثر من 50 شخصاً في السجون الحكومية ولا سيما في سجن أصلي المركزي. هذه حالات الوفاة هي إعدامات خارج القانون، تتحمل المسؤولية كاملة الحكومة والأحزاب السياسية والميليشيات التي باتت تسيطر على هذه السجون الحكومية. بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي شددت في تقريرها الأخير حول السجون العراقية وأقليم كردستان على منع التعذيب في أماكن الاحتجاز، مؤكدة استمرار ممارسات التعذيب في السجون. وكشفت منظمات حقوقية في تقارير منفصلة من خلال تحقيقات أجرتها في العراق عن تعرض المواطنين للاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات طويلة قبل محاكمتهم ودون مراجعة قضائية، فضلاً عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة. نجاح العابدي، الحرة، محافظة البصرة.